بمقر عملة إقليم طاطا تم التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين الوكالة الحضرية لتارودانت تيزنيت طاطا والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين التوبوغرافيين تتعلق بتنفيذ برنامج المساعدة التقنية والمعمارية بالعالم القروي. وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعت على هامش اللقاء التواصلي بشأن إقلاع قطاع التعمير والإسكان الذي ترأسته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السيدة نزهة بوشارب، وحضره هو عامل الإقليم السيد صلاح الدين أمال إلى تمكين الفئات المعوزة بالعالم القروي من خدمات المهندس المساح التوبوغرافي. احنا اليوم في إقليم طاطا بيان سور كانت عندنا فرصة بتأطير مع المنظومة المحلية أننا نشوفوا المشاريع اللي هي قيد الإنجاز، نشوفوا مدى تفعيل ديالها وفين واصلة، وأيضا كما كتعرفوا في إطار اتفاقية الشراكة اللي عندنا مع الإقليم مع بعض أيضا الجماعات، اليوم كانت فرصة أننا نوقف على واحد العديد من الاتفاقيات اللي باش نعطيكم واحد لو شيفخ. الوزارة تقريبا غادي تفينانسي ما يقرب 100 مليون ديال الدرهم في إطار سياسة المدينة وتأهيل ديال واحد العديد الجماعات. وتلتزم الوكالة الحضرية بموجب هذه الاتفاقية بتنفيذ برنامج المساعدة التقنية والمعمارية في العالم القروي من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة في هذا المجال، وذلك حسب عدد الطلبات وفي حدود الاعتمادات السنوية الممنوحة. من جهتها تلتزم الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين التوبوغرافيين بموجب الاتفاقية بالسهر على تقديم المساعدة الهندسية التوبوغرافية المباشرة الموجهة للمستفيدين المعوزين. هذا اللقاء كان فرصة للوقوف على بعض التدابير والإجراءات المتخذة للحد أولا من تداعيات وباء كوفيد-19 والإقلاع بهذا القطاع على الصعيد ديال الإقليم. هذا الإقليم اللي 80% منه تقريبا 80% هو مجال قروي، يعني تعاني من واحد الهشاشة. حنا على صعيد وكالة الحضارية لتارودانت تيزنيت وطاطا قدمنا جميع الإجراءات اللي خدينا لرفع من جاذبية هذا المجال. بالنسبة لعمران سوس مسا فالحمد لله حنا في صدد بداية عدة أشغال تتعلق بمشاريع سياسة المدينة في 4 جماعات بالضبط، وهي جماعة طاطا، جماعة أقا، جماعة فم الحصن، وجماعة فم زكيد. العمران سوس مسا سوف تنجز إن شاء الله الأشغال التي تساهم فيها هذه الوزارة والتي تبلغ القيمة الإجمالية المالية ديالها هذه المساهمة 100 مليون درهم تقريبا. وخلال هذا اللقاء التواصلي قدمت السيدة بوشارب عرضا حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للنهوض بقطاع الإسكان، خاصة فيما يتعلق بدعم العرض والطلب والاستثمار وتعزيز فرص العمل، وكذا تبسيط الإجراءات الإدارية بمختلف العمالات والأقاليم بالمملكة.